السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم حضرت لكم ميني ساندويتش بالكبدة والفلفل مشرملين بزاف بنان، طريقة سهلة وبسيطة. خليكم دوك مع الوصفة مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. اول حاجة راح نبداو بها المقادير اللي نحتاجوهم في الوصفة تاعنا. كما راكم تشوفوا لنا عندي كمية نتاع الكبدة او زوائد تاع الدجاج. انا استعملت الكبدة تاع الدجاج، ممكن تستعملوا نتوما تاع الخروف ولا تاع البقري كما تحبوا. عندي لهنا قرن فلفل حلو وعندي قرن فلفل حار، قطعته كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. عندي ايضا نحتاجوا الزيت، نحتاجوا للخل، اللي ما عندوش الخل ممكن يدير القارص. بالنسبه للتوابل عندي لهنا ثوم، حوالي 5 سنات نتاع ثوم لانه الكبده تحتاج بزاف الثوم. عندي ايضا هنا بالنسبه للتوابل عندي الكسبر، عندي شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع فلفل احمر، عندنا الكمون وعندنا الملح، وعندي ملعقه تاع قهوه طماطم مصبره. هذا بالنسبه للتوابل اللي راح نحتاجهم لهنا في الحشوه تاعنا. اما بالنسبه للخبز، انا استعملت لهنا الخبز هذا نتاع الاعراس، شريته جديد راهو جديد، هذا تاع الاعراس عادي البتي با هذا. اذا حبيتوا انتم تخدموا حاجه في الدار راح نخلي لكم الرابط نتاع الخبز اللي خدمته لي ساندويتش تاع اللي حطيتهم لكم في القناه عندها يومين ولا ثلاث ايام. نخلي لكم ان شاء الله في هذا الفيديو في صندوق الوصف الرابط نتاعو، حاجه سهله وخفيفه وتقدروا تحضروهم بكل سهوله، سيرتو الناس اللي ما يلقاوش عندهم الكوشات قدامهم ما يبيعوش هذا الخبز. اذا هذه هي، وايضا ممكن تستعملهم في الخبز العادي تاع الباكيت، تقدروا تقطعوهم طرف صغار وتحشيو بهم هذا الحشوه هذه. اذا دوك نروحوا مع بعض نبداو على بركه الله. نجيبوا مقله، نتوما تحبوا ديروا مقله ولا ديروا مرميطه كما تحبوا. نديروا فيها شويه نتاع الزيت هكا، كميه لا باس بها، حوالي 4 ملاعق حتى 5 ملاعق. على واش انا درت في الكاسرونه؟ لانه نحتاج حاجه تكون بالغطاء تاعها. اذا عندكم مقله ايضا بالغطاء تقدروا تستعملوها. نخليو الزيت اللي هنا تاعنا على نار قليله تسخن في عقلها، وروحوا نخدموا مع بعض هذيك الحشو. اول حاجه نجيبوا لهنا لي زابا تاعنا بعد ما غسلناهم. كما قلت لكم انا استعملت الزوائد تاع الدجاج، ممكن انتم تستعملوا الكبده تاع البقري ولا كما تحبوا. عندي ايضا هذه الملعقه تاع الطماطم مصبره، وعندي ايضا الثوم، وهذوك التوابل. كاين ايضا توابل عطريه خاصه بالكبده، بهذا الحوايج تلقاوهم عند اللي يبيعوا هذا الدوزان تاع التوابل وكلش، من الاحسن تخدموا بهذوك. وعندي لهنا الخل، الخل راح يعطيها واحد النكهه خاصه. تقدروا ديروا الخل والقارص، ممكن ديروا القارص وحده، ممكن ديروا الخل والقارص، المهم كما تحبوا. ونخلطوا جيدا، نزيدوا شويه نتاع الزيت، شويه فقط ما تكثروش، ونزيد لهنا الخل. لهنا الخل راح يعطيها واحد الحموضه ويعطيها نكهه ايضا خاصه. تبقى في الفلفل، ما نضيفوش في البدايه، نضيفوا السعر الكبده تاعنا. نخليوها، تحاولوا تتبعوا الفيديو باش تجيكم الكبده تاعكم بنينه. والزوايا تاعكم طبيعه الحال لازم تغسلوهم مليح، ونخلطوا مليح، ندخلوا هذوك التوابل كامل في الكبده، ونروحوا من جهه اخرى للزيت هذيك اذا سخنت. حاولوا تستيو بهذه الطريقه. اذا راهي سخنت، وكنجيبوا بهذا الشكل، نخليوها على نار قليله ونغطيو عليها، مازال ما نضيفوش الفلفل، نغطيو عليها ونخليوها طيب في عقلها في البخار هذاك وعلى نار قليله. خلاص دوك يطيب شويه نرجع لهنا بعد ما خليناها شويه. شوفوا كيفاش طلقت هذيك لاصوص، انا راني ما ضفت حتى ما لهنا. خليوها طيب حتى نشوفوها بدات تشرب هذيك لاصوص، حتى نشوفوا لاصوص هذه بدات تنظف. كي تشوفوها بدات تنظف هذيك الساعه باش نكملوا مع بعض، لازم تتبعوا هذه الخطوات. اذا لهنا بعد ما نقصت لنا هذيك لاصوص، دوكا راح نلوحوا هذاك الفلفل، نحطوه بسم الله هكا، يعني يزيد يزكي لنا هذه الحشوه، ونخليوها على نار قليله حتى نزيد تشرب هذيك السوائل كامل. وايضا الفلفل تاعنا لهنا يطيب شويه، مش بالضروره انه يطيب بزاف، المهم يذبل لنا. اذا هذه هي، دوكا نخليها تكمل الطيب، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو كيفاش راح نحشيو لي ساندويتش تاعنا. اذا لهنا كما كنتم تشوفوا هذيك لاصوص راهي شربت كامل، نزيدو نخليوه حتى تشوفوها طابت، نطفيو عليها النار. لازم تخليوها تشيح او كما نقولوا حنا تنظف مليح، ونطفيو عليها. بعد ما نطفي ان شاء الله، اذا دروك راكم تشوفوا راهي طابت، راهي خاليه من هذيك لاصوص، نحطوها في صحن، عفوا
هنايا خليوها تبرد شويه. شوفوا راهي تشهي ما شاء الله، هذاك الفلفل ايضا يشهي. تقدروا حتى تضيفوا لها الهريسه مع طماطم مصبره، هذا يرجع لكم. دوكا راح نجيبوا الخبيزه تاعنا، ممكن حتى ديروا لهم الهريسه اللي يحب. كما قلت لكم تقدروا ديروا الهريسه اذا حبيتوا، اللي ما يحبش يكتفي فقط. شوفوا هكا نحيو شويه هذاك البابا ونبداو نعمرو في الساندويتش تاعنا. بسم الله هكا نحطوا الفلفل من النار. شوفوا كيفاش يجي هكا، يجي ما شاء الله. نزيد معكم واحدة أخرى، يعني الخبز هذا تاع العرس راهو ماهوش مفيش البابا بزاف. ونعمرو حتى نعمرو لي ساندويتش تاعنا كامل. وزيد ايضا من الاحسن، من الاحسن انكم تعمروهم بالكبده نتاع الخروف، احسن واحسن. يعني اللي عنده، اللي ما عندوش يقدر يدير تاع لي زابا عادي. قدروا حتى تجيبوا معاها الكرشه، تجيبوا معاها حوايج الزوائد هذو كامل، مش شرط غير الكبده، لانه الكبده وحدها راح تجيكم غاليه. يعني باش ما نكذبش عليكم انا راني حتى مخلط معاها القلوب. وايضا ندير لكم كميه كبيره نتاع لي ساندويتش. دوكا انا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر. اذا كي تحشيو هكا لي ساندويتش تاعكم تبقى لكم كميه، تقدروا تحطوها هنايا. اللي يحب ما يدير ساندويتش يقدر يديرها بهذه الطريقه هكا. نحطوها منا على جهه بهذا الشكل. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، وصفه روعه ذوقا، وايضا حاجه سهله وخفيفه وتفرحي بها الاطفال تاعك، لانه الاطفال يحبوا حاجه هكا خفيفه. وايضا النساء ما يحبوش بزاف يقعدوا في المطبخ، يبغوا حاجه خفيفه. حاجه كيما هذه بزاف بزاف راح تساعدكم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. شوفوا كيفاش يجيو روعه. ايضا كما قلت لكم راح نخلي لكم الرابط تاع الخبز تاع لي ساندويتش اذا حبيتو، اذا ما شريتوش راح نخلي لكم في صندوق الوصف باذن الله. اذن هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جيم تكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. تهلاو في رواحكم وسلام.